بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي في الدرس الثاني لعمل Unreal Engine 4. المقدمة بتاعته بندوس على Unreal بيت اللايبرري هنا، ده هيظهر لك الايكون بتاع Unreal Engine اللي احنا المفروض كنا حملناه الحلقة السابقة. بندوس على Launch، هيظهر لك الشاشة بتاعت الأمرين. في هتلاقي في اتنين سيكشن للأمرين هنا، الشاشة دي واحد للبروجكت اللي هي البروجكت اللي انت عملتها الروجي اللي هي عندك، ونيو بروجكت ديت الحاجات اللي البروجكت اللي انت عايز تستخدمها جديد او تبدأ تعملها. ممكن تستخدمها عن طريق برمجة بيسموها بلو برينت، اللي هي البرمجة المرئية، او تستخدم ال C++ لعملية البرمجة في البرنامج اللي انت عايزه. كل الاستخدامات اللي موجودة في البرمجة المرئية او معظمها موجودة في ال C++. على سبيل المثال هنا مثلا انت البلانك هنا معناه انت عايز برنامج يكون مفيش فيه اي حاجة، مفيش غير مسطح الارضية اللي قدامك، بحيث انك تبتدي مشروع من اول جديد. في استخدام اللي هو first person، ده اللي هو بيديك برمجة مبدئية للشخص، زي مثلا العمليات اللي هي الجيمز اللي هي الشخصية اللي هي موجود من انت الشخص نفسه اللي بتتحرك، ما بتشوفش غير السلاح اللي قدامه بس. في الفلاين، ودي اللي برضك اللي مستخدم تستخدمها في عملية الطيران، يعني تصمم طيارة وتطير بيها في البرنامج. برضك ممكن تستخدم فيكلز، الفيكلز هي برضك للعربيات، تصميم العربيات، وممكن حاجة اسمها top down واللي هي برضك تصميم برامج اللي هي العمليات بالجيمز بتاعت الاستراتيجي جيمز اللي هي بتاعت معظمها بتاعت الحربية. ما تدوس على الشخص وبعد كده تقول له روح هنا او تروح هنا او اضرب ده او اضرب ده. ثيرد بيرسون ده اللي احنا نستخدمه حاليا، واللي هو الشخصية بتشوف الشخصية قدامك اللي هو اللي بتلعب بيها، وبنبدأ مثلا نحرك اليمين ونقول له يعمل ايه يمين او يعمل شمال. فعلى سبيل المثال دلوقتي احنا هنتكلم مثلا على الثيرد بيرسون. هعمل هنا طبعا انا عملت في ممكن تدوس على الزرار اللي هنا اللي هو ده بيسمه براوز، بتروح على المكان اللي انت عايز انك تعمل سيف للجيمز فيه. بقول انا عايزها اوديها مثلا للهارد درايف ده، وان انا مثلا عايز اخلي الجيمز بتاعتي تبقى سيفد تحت الانريل UR4 in Arabic، واعمل select الفولدر ده فيظهر لي هنا. بعد كده تكتب البروجكت نيم بتاعك اسمه ايه، يعني اسم البروجكت اللي انت عايز تستخدمه. انا اسميه Unreal Engine 4 in Arabic. خلي بالك Unreal Engine ما بيحبش يكون النيم بتاعه في سبيس، لو انت عملت في سبيس هيقول لك مش محتاج يكون في سبيس، وما يزيدش عن يمكن 15 كاركتر او 15 حرف. تعمل له كرييت، ارى الانجن هيبدا يظهر لك بالمنظر ده. ببساطة جدا انا مش هقدر اشرح في كل حاجة في الديتيلز اللي هنا، ولكن ممكن اشرح بعدين، بس حاليا دلوقتي عايزين نفهم ان هنا المنصة اللي على الشمال اللي هي اسمها مود دي فيها فوليومز وفيها حاجات مبدئية، ممكن زي بيزكس لايت ممكن تستخدم الاضاءة، سينماتيك ممكن تستخدم لعمليات برامج السينما، فيجوال افكت لعمليات طبعا الـ effect اللي هو
المرئية اللي هي الخدع المرئية والكلام ده كله أو التأثيرات المرئية. جيومتري هي عبارة عن تصميم سلالم وحاجات زي اللي انت شايفها قدامك ديت. فوليومز ده برضك فوليومز ما بتبقاش ظاهرة في الجيمز ولكن ممكن بتستخدم لتساعدك انك تعمل العاب في تستخدم في الالعاب. all classes ده معناه انه كل الحاجات اللي موجوده هنا حاططها لك في مكان واحد. ده معظم الوقت اللي هتستخدمه في الجيمز هيبقى المجموعه ديت. المجموعه الثانيه اللي هنا دي بتستخدمها يمكن مره واحده لما تيجي تعمل ديزاين لللاندسكيب بتاعك، او يعني مثلا على سبيل المثال لو انت عايز تعمل ان انت موجود في حقل مثلا كبير وفي جبال وهضاب وتعمل شجر وتعمل الكلام ده كله، دول المنطقه دي كلها عشان تصمم الموضوع ده. نيجي هنا بالنسبه للجزء الثاني هنا، ده دي ايكونز بتستخدم ان انت ممكن تعمل سيف للبروجكت بتاعك. بتعمل مثلا ممكن تروح الماركت بليس بتاعك بسرعه اللي هو اللي احنا شرحناه قبل كده، ممكن تعمل تشتري اي حاجه من الماركت بليس بتاعك. السيتنج بتاعت الجيمز بتاعتك، البلو برينت بتاعك، السينماتيك ممكن تخلي حاجات بالنسبه للسينما. دي اهم حاجه الاثنين دول، البيلد والبلاي. البيلد بعض الاحيان بتبقى عايز تبني اضاءه، يعني بتبقى تغير الإضاءة بتاعتك، مجرد ما تدوس عليها بيبدأ يعمل حاجة اسمها ريندرنج المكان هنا، وبيبدأ يعمل يغير لك الإضاءة بتاعتك بحيث بيوريك التأثير. يعني على سبيل المثال مثلا لو أنا حركت الجزء ده لو تشوف هنا هتلاقي فيه جزء أسود هنا مكان البروجكت او المكان اللي هو البروب اللي انا حركتها، لانه مش معمول له ريندرنج. الريندرنج بتاعته ما بتبقاش لايف 24 hours، يعني 24 ساعه ما تبقاش، ما بتجددش، ما بتعملش ابديت على طول. فمحتاج انت من فتره لفتره تدوس هنا وتقول مثلا انا عايز اعمل بيلد لللايت اونلي، يعني ان انا بس ايه اللايت بتاعي عايز بس ايه اعمل له ابديت. بمجرد ما يعمل له ابديت بص هتلاقيها تختفي على طول. الجزء تحت برضه ده مهم جدا، ده هو برضه من الاجزاء اللي احنا هنشتغل فيها على طول، اللي هي اسمها كونتنت. كونتنت براوزر اللي هي المكان اللي انت بقى بتحط فيه الكاركتر بتاعتك وبتحط فيه البلو برنت بتاعك والانيميشن بتاعتك وكل الشغل اللي انت بتشتغل فيه كل موجود هنا. ده بالظبط هو زي الهارد درايف اللي موجود عندك. لو انت مثلا على سبيل المثال لو هنشوف المكان اللي احنا عملنا فيه الجيمز بتاعتنا، هتلاقي هنا موجود هنا Unreal Engine in Arabic، وده البروجكت بتاعنا اللي احنا قلنا Unreal Engine in Arabic. هتلاقي فيه هنا content. content ديت هي دي اللي موجودة ديت دلوقتي. لو انا بدات افتح كونتنت هنا هتلاقي فيه كولكشن، هتلاقي فيه ديفلوبرز، هتلاقي فيه جيومتريز، كل الحاجات دي جيومتريز، مانيكن موجوده، ستارت اب كونتنت، ثيرد بيرسون، ثيرد بيرسون بي بي، كل دول 1 2 3 4 5، كل دول الخمسه دول موجودين هنا. فده اي حاجه بتزودها هنا بتبدا تدخل في البرنامج او بتحط في الكمبيوتر بتاعك في الفولدر بتاعك. عندك هنا مثلا على سبيل المثال الانيميشن بتاعك هنا، لو رحت المانيكن وانيميشن هتبص تلاقي كل دول الانيميشن بتوعك. لو انا بصيت على الانيميشن الموجودين او الملفات الموجوده في الفولدر ده هتلاقي هي نفس الملفات هي، بس الفرق هنا ان دول موجودين تحت UA Asset ده الاكستنشن بتاعهم. ده معناه انه بيشتغل ده دول تبع الاسيتس بتاع الانريل انجن.
هتلاقي ال first person أو ال third person walk موجودة هنا، هتلاقي ال third person animation DP which is موجودة هنا. طبعا الجزء اللي يمين ده الفلتر ده اللي هو بحيث ان انت ممكن تستخدمه انك تقدر تشوف المحتويات الفولدرز ديت. اي فولدر هنا بيكون ليه محتوى بتبقى موجوده. يعني على سبيل المثال جيومتري هنا، يعني في حاجه اسمها ميشز. الميشز ديت اللي موجودين دي كلهم يعتبروا ميشز. ميشز نشرحهم برضك بعدين. الميشز دي ببساطه جدا هم المجسمات بتستخدم بس انها تكون موجوده، انها بتاخد حيز في المكان زي السلم. انما الشخص ده لو مشي على السلم مش السلم مش هيعمل رياكشن ولا عشان اي حاجه، هي بس موجوده زي الحيطان زي الابواب زي السقف، اي حاجه موجوده بيسموها ميشز. ام اي اس اتش اي اس ميشز او مش. فأنا ممكن على سبيل المثال أجيب الكرة على سبيل المثال وأنقلها مثلا هنا، ديت معلش ديت مش هتتنقل هنا، دي حاجة اسمها materials. materials اللي هي الماتيريالز او اللون بتاع المش ده او اللي هو المجسم ده. يعني على سبيل المثال لو انا عملت له دبل كليك بيفتح لي، لو عملت له دبل كليك بيفتح لي ويندو تانية جديدة. ممكن انت عشان تحطهم هنا بتدوس على الجزء ده من البانل وبعد كده خليك دايس على الليفت كليك او الليفت ماوس ودراج دروب هنا فبيفتحها. فعلى سبيل المثال انا بدوس على ده كده دبل كليك، ممكن اغير اللون بتاعه اخليه اخضر، سيف بتاعه اعمل له سيف. اعمل ابلاي. لو عملت كده هتبص تلاقي كل حاجه بتستخدم الكالر ده بتحول في اللون الجديد اللي احنا عاملينه. طبعا ده دي عمليه تعتبر دامج المكان بتاعك، لان انت لازم زي ما قلنا بعد كده احنا نعرف نعملها ازاي، ما تتعملش الا اذا كنا احنا مثلا عارفين هنعمل ايه، او احنا مثلا بنستخدمها بنعمل نسخة منها وبنغير النسخة اللي احنا عاملينها. لان زي ما انت شفت كده دلوقتي انا ما تقدرش ترجعه اللون تاني الا لما تعمل كليك هنا. طبعا برجعه اللون الاسود، واللون الاسود مش هو اللون اللي موجود بتاعها، هو كان غالبا اللون ده. تقريبا يبقى كده. طيب الحاجة التانية هنا الجزء اللي على اليمين هنا بيسميها World Outliner Detail. World Outliner ده اللي هو ايه اللي موجود في العالم بتاعك ده، يعتبر كله عالم، ده كله عالم بما فيه الشمس، كل الحاجات دي يعتبر عالم. يعني ده اتجاه الشمس على سبيل المثال موجود في العالم هنا، ديت الباب بتاعك موجود في العالم بتاعك. ولما تدوس على كل واحده هنا بيطلع البروبرتيز بتاعتها او اللي هو الخصائص بتاعتها اللي ممكن عن طريقها تغيرها. ف دي حاجه. الحاجه الثانيه ده بيعتبر اورجنايز او يعني تسهيل ليك انك تشوف ايه اللي موجود في العالم، بحيث ان انت ما تقدرش مثلا مش قادر انك تدوس على حاجه معينه او تدور عليها، يبقى سهل انك انت تدور عليها وتلاقيها هنا. لان انت هنا على سبيل المثال ان انا ممكن هنا بيقول لك
رينا جيومتري. رينا جيومتري ديت فولدر، فولدر بيقول لك كل الحاجات اللي موجوده في رينا هنا. على سبيل المثال انا مثلا عايز اقول انا عايز اعمل كل حاجه خاصه باللايتنينج والاضاءه والحاجات دي كلها، عايز احطها في مكان واحد علشان ما اقعدش بقى ادور عليها كل شويه، وان انا ما الاقهاش، اعمل رايت كليك على المكان هنا واعمل كرييت فولدر واسميه مثلا ايه لايت اند ارينا. اقوم دايس على الارينا ودراج اند دروب. دراج اند دروب معناها ايه؟ بدوس وخليني دايس على الليفت ماوس بتاعي على الزرار الشمال بتاع الماوس بتاعي، وانا دايس بعمل موف للماوس فينزل على الفولدر. كذلك بالنسبه لللايتنج برضه بدوس واحطها على الفولدر اللي فوق. فبص تلاقي دلوقتي بقت اورجنايزد، يعني بقت يعني بترتبك كويس، ان انت سهل ان انت تقول انا عايز رينا لايتنج، بقوم دايس على ده واقوم ابدا اشوف اللي انا عايزه من هنا. فده بيسهل عمليه البحث وتصميم البرنامج بتاعك. دلوقتي عايزين نشوف ايه اللي موجود هنا حسنا. دلوقتي ده الشخصيه بتاعتنا، وده بيسموه سين، المكان ده كله بيسموه السين. فلو عملت بلاي دوست على الماوس، طبعا لو عندك جويستيك ممكن تستخدم الاكس بوكس جويستيك، او ممكن تستخدم الكيبورد اللي هو ال W وال S وال D وال A. لو دوست على ال W بالكاركتر او الشخصية بتاعتك بتتحرك، نوت يمين شمال قدام، ده اوريدي الحاجات دي كلها، الديزاين ده او اللي هو البرمجه المبدئيه دي موجوده عندك بيلد ان. لما انا عملت حاجه اسمها للبروجكت، لما جيت قلت انا عايز اعمل للايه، اعمل ايه بالنسبه للكاركتر بتاعي، انا عايز اعمل له ثيرد بيرسون، فهو اوريدي حط لي برمجه مبدئيه عندي بحيث ان انا احرك الجيمز ديت. ده الكلام ده كله مختلف عن لو عملت بلانك. بلانك ما بيحطليش اي حاجة خالص. طيب دلوقتي، طب الشخص ده بيتحرك ازاي يعني؟ طيب المفهوم بتاعه ايه بالظبط؟ المفهوم بتاعه ان الكاركتر ده معمول له حاجة اسمها بلو برينت. لو جينا هنا عند الثيرد بيرسون بي بي، عملنا كليك ودوسنا على بلو برينت، هتلاقي هنا عندك في اتنين ايكونز، واحد مكتوب عليه الثيرد بيرسون كاركتر والتاني مكتوب عليه الثيرد بيرسون جيم مود. جيم مود ده للادفانس شويه فخليها دلوقتي، ولكن دلوقتي خلينا للثيرد بيرسون كاركتر. هو الثيرد بيرسون كاركتر هو الشخص ده، حتى لو انا عملت دراج اند دروب للمكان ابص تلاقي الشخص ظهر. ده هو الشخص اللي موجود قدامك. فالتصميم بالنسبه للشخص، تقول له اتحرك يمين اتحرك شمال اطلع فوق اطلع انزل تحت، كله موجود حاجه اسمها ثيرد بيرسون بلو برينت. الحلقه الجايه هنعرف ده بيتعمل ديزاين ازاي، بس ولكن النهارده بس بوريكم فكره عامه ايه ده وايه ده وايه ده وايه ده. طيب البلو برينت لو عملته، لو فتحته بيبدا يظهر لي هنا حاجه اسمها فيو بورد، بيوريك شكل الكاركتر او اللي هو الشخصيه بتاعتك. طبعا هنا في حاجه اللي هي كومبوننت اللي هو بتاع ده البلو برينت، ليه كذا كومبوننت. هنشرح يعني ايه كومبوننت زي ما قلت في الحلقه الجايه مش دلوقتي، وايه اللي ممكن تستخدمه هنا وايه اللي ممكن تحطه. اللي على الشمال هنا الديتيلز، يعني ممكن اللي هو الخصائص بتاع الكومبوننت بتاعتك ممكن تغيرها عن طريق الديتيلز بتاعتك.
كونستراكشن سكريبت. كونستراكشن سكريبت دي اول حاجه بتستخدم او بتعمل لها ران او بتشتغل لما الشخصيه دي بتظهر على البرنامج. فأي برمجه انت بتعملها هنا هوت دي اول حاجه بتشتغل. طيب حتى قبل ما تحط الشخصيه في البرنامج او يعني وتشغل برنامج بتبدا تشتغل. ده الكونستراكشن سكريبت. ده زي ما بنقوله عندنا مثلا لما تيجي تبني بيت ده الاساس بتاع البيت فبيظهر على طول مره واحده. الحاجه الثانيه واللي هي الايفنت جراف. ده الايفنت جراف زي ما قلت اللي احنا بنستخدمه لعمليه البرمجه المرئيه بيسموها بلو برينت. كل اللي انت شايفه ده بيسموه حاجه اسمها نود. نود ان او دي. النود دي هي عباره عن برمجه مرئيه. برمجه مرئيه. على سبيل المثال هنا بالنسبه مثلا الجزء هنا اللي هو اللي بيسموه الجيم باد. جيم باد انبوت ديت. جيم باد انبوت ديت بيقول لك ايه حرك الشخصيه بتاعتك فوق او حركه تحت او حركه يمين او حركه شمال. زي ما شايفين كده دول بيستخدموا عن طريق نود. النودز ديت بتوصل بعضيها عن طريق حاجه اسمها لاين اكسكيوتبل لاينز. بعض الحاجات بيبقى طبعا زي ما انت شايف اللي هو الاكسكيوتبل لاين ده الحاجه اللي بتستخدم لانك انت تعمل ران ليها. يعني هو هنا على سبيل المثال الخطوه ديت بتطلع من هنا لهنا مره واحده. بالنسبه لدول النودز ديت دول المساعدين. المساعدين اللي هو عباره عن ايه؟ يعني انا عايز احسب القيمه اللي هحرك بيها الكنترولر بتاعي هنا. فبقول له هات لي البيز ريت بتاعي واللي هي 25 واضرب ال 25 ديت في الورلد سكند. يعني الورلد سكند اللي هو الايه بيعد زي عداد. اضربه لي مع بعض والنتيجه حطها لي هنا هي دي اللي تزودها لي. فدول المساعدين. ده العمليه الحسابيه. فدول ما بيمشوش. يعني البرنامج ما بيمشيش من هنا 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 ويقوم طالع هنا. لا البرنامج بيمشي من هنا لهنا. ولكن اول ما النود دي تبدا يدخل لها الاكسكيوشن بتاعها او اللي هو تشتغل يبدا الاثنين دول يضربوا مع بعض والفاليو بتاعته او القيمه بتاعته تدخل على طول مره واحده. فبيطلع من هنا لهنا مره واحده. ده بالنسبه للبلو برنت زي ما قلنا عليه كونتنت. في هنا طبعا انت ممكن تعمل كرييت لحاجه اسمها فانكشنز و ايفنتس زي حاجات معينه بالنسبه للبرمجه. طبعا لازم يكون عندك على الاقل فكره بسيطه عن البرمجه عشان تعرف تعمل الحاجات دي. تعمل فانكشنز وتعمل فاريبلز. وهنشرح هنحاول نشرح برضك يعني ايه فانكشن ويعني ايه فاريبلز الحلقه الجايه. الحاجه الثانيه هنا بالنسبه والحاجه المهمه بالنسبه للانريل انجن هتبص تلاقي اللي هي عباره عن الانيميشن. الانيميشن دي بيسموها انيميشن سيكونس. انيميشن سيكونس دول يعني هو عباره عن مجموعه pauses. يعني ايه مجموعه خطوات او يعني الكاركتر او الشخص اللي قدامك ده في شكل معين بتحطهم مع بعض علشان بيعمل حاجه اسمها انيميشن. يعني كل واحده من دول كل باوز من دول لمكان معين فبيسموه سيكونس لان هو بيبقى ايه مجموعه اشكال بيتحطوا مع بعض بيديوك عمليه الحركه. ده اللي هو الانيميشن سيكونس. والانيميشن سيكونس ممكن تشتريه وممكن تعمله عن طريق المايا او الانريل.
وممكن معظم الوقت هنا في انريل انجن ما جايبين في مجموعة سيكونس مجانية ممكن تعملها داونلود. اللي بيحرك البرنامج، اللي بيحرك الكاركتر اللي قدامك ده ويخليه بقى ان هو يستخدم انه واحد من البرمجة دي او من الانيميشن ده، حاجة اسمها انم بي بي، انم بي بي which is an animation blueprint. ده عن طريق انك بتستخدم رايت كليك وتروح الانيميشن، فتلاقي في حاجه اسمها انيميشن بلو برنت، بتعمل بيلد الانيميشن بلو برنت. على فكره اي انيميشن او بلو برنت انت عايز تعمله تروح المكان الفاضي هنا الديتيلز بتاعتك هنا ورايت كليك يعني الماوس اليمين بتاعك بيظهر لك مجموعه، في عندك بلو برنت كلاس وعندك animation artificial intelligence blendable، حاجات كتيرة ممكن تستخدمها لعمل blueprint بس لعمل الجيمز دي. بس احنا مش عايزين ندخل في الحاجات دي عشان ما نعقدش الدنيا شوية، فخلينا واحدة واحدة. بس احنا عايزين نعرف ان البرنامج او اللي هو الكاركتر اللي عندك ده بيتحرك، بتصممه عن طريق البلو برنت، بتخليه شكله عامل ازاي وتقول له يتحرك مين يتحرك شمال ازاي، وتقول له يستخدم الانيميشن انه انيميشن عن طريق حاجه اسمها انيميشن اور انيميشن بلو برنت. انيميشن بلو برنت ليه حاجتين، حاجه اسمها ايفنت جراف، والعمليه دي بالظبط عامله زي الانيميشن او اللي هو النودز اللي موجوده، زي ما احنا قلنا النودز دي عباره النودز دي اللي موجوده في الثيرد بيرسون كاركتر اللي هو في الشخصية بتاعتك. في عندنا اتنين بلو برنت، الكاركتر ده والانيميشن، الانيميشن ده خاص بالانيميشن بس. ففي ليها ايفنت جراف، وفي حاجة تانية اسمها انيميشن جراف. انيميشن جراف ده اللي هو عبارة عن حاجة اسمها انيميشن ستيت، ده بالظبط يعني يقول لك انا عايز في الحاله بتاعت ما يكون ماشي انا استخدم انهو انيميشن، انا عايزه وهو واقف بيستخدم انهو انيميشن. لو عملت دبل كليك على الانيميشن ده يقول له انا عايز الانيميشن ده يستخدم لما يكون بينط، لما يبقى يقرب مثلا من الارض انا عايز استخدم الانيميشن ده. فدول ديت الانيميشن اللي ممكن تستخدم. ودول زي ما قلنا برضه كان نجيلهم بعدين، بس حاليا الحلقه الاولى والحلقه الثانيه ده مقدمه عامه للانريل انجن بيبقى عامل ازاي، ايه اللي احنا ممكن نستخدمه واحنا ممكن نستخدمه. يمكن ما شرحتش حاجات كتيره فيه دلوقتي، بس انا بفضل انها تيجي مع التوتوريالز وانا بعملها واحده واحده، لان هيبقى سهل انك تفهمها مع التوتوريالز عن لك انا اشرحها لك ده بتعمل ايه ودي بتعمل ايه نظريا من غير ما تشوف حاجه عمليه ليها. ان شاء الله الحلقه الجايه هنبتدي نعمل برنامج من اول وجديد، بس مش هنستخدم الكاركتر ده، هو هيستخدمه بس هنبتدي نعمل البرنامج اللي احنا شايفينه ده كله من البدايه. هنبتدي نعمل أرضية ونعمل الكاركتر ونحركه يمين ونحركه شمال، بنشرح بالضبط ده بنعمل ده ليه وبنعمل ده ليه وبنعمل ده ليه، وبعد كده نطور البرنامج واحدة واحدة لحد ممكن نعمله بروجكت كبير شوية. فإلى اللقاء لحلقة أخرى.